عدت سنة على رحيل قائد عظيم، كلنا نتذكر حالة الحزن اللي انتابت الشعب المصري بمجرد سماعهم خبر وفاة المشير حسين طنطاوي، الراجل اللي قدر انه يحافظ على الوطن وعلى سلامة الشعب المصري في وقت من أصعب الأوقات اللي مرت بيها مصر ويوصل بالبلد إلى بر الأمان. النهارده ذكرى رحيل المشير حسين طنطاوي، أحد الرموز العسكرية التاريخية للجيش المصري واللي وهب حياته لخدمة الوطن لأكثر من 50 سنة. عام مر على رحيل قائد عظيم أدار دفة الوطن بحكمة واقتدار وحفظ أمن مصر وسلامتها وسلامة شعبها في أصعب الظروف. هو رجل دولة ورمز عسكري وقائد تاريخي للجيش المصري، هو المشير حسين طنطاوي. ولد المشير حسين طنطاوي في 31 من أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان عام 1971، وكلية الحرب العليا عام 1982. شارك في حرب 67 وحرب الاستنزاف، وفي حرب أكتوبر المجيدة كان قائداً لكتيبة مشاة في هذا الوقت، وخاض أحد أكثر معارك حرب أكتوبر شراسة، والتي عرفت فيما بعد باسم المزرعة الصينية، حيث تكبد فيها الجانب الإسرائيلي خسائر كبيرة. ديت أوامر لقادة الوحدات الفرعية، قادة السرايا، إن كل الأسلحة بتاعة الكتيبة والمدفعية والهون وجميع الرشاشات حتى الأسلحة المضادة للطائرات وجهتها في اتجاه الثغرة، وقلت مفيش أي واحد يفتح النيران إلا بطلقة إشارة حمراء مني أنا شخصيا. وقد كان بعد ما اقترب العدو ديت طلقة الإشارة وفتحت جميع أسلحة الكتيبة على القوات المظلية للعدو. لم يتوقف دور القائد التاريخي للجيش المصري عند هذا الحد، لكنه اختير ليعمل ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان عام 1975 ثم في أفغانستان. شغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني عام 1987 ثم قائداً للحرس الجمهوري عام 1988. وفي لحظة فارقة في عمره وفي تاريخ العسكرية المصرية وقع عليه الاختيار ليصبح وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة عام 1991، وهو المنصب الذي ظل فيه لمدة 21 عاماً وتحديداً حتى 12 من أغسطس عام 2012 في فترة مرت بها المنطقة بتحديات جسام، كان أخطرها التحديات والتهديدات التي واجهت مصر في عام 2011 وما بعدها، لكنه تمكن باقتدار من مواجهة تلك التحديات ليبدأ مهمة تثبيت أركان الدولة حين تولى رئاسة مصر بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 من فبراير عام 2011. وفي ذلك التوقيت نجح المقاتل حسين طنطاوي في الحفاظ على أمن مصر وسلامتها وسلامة شعبها وتأمين حدودها، وقاد البلاد حتى وصل بها إلى بر الأمان. خلال مسيرته حصل المشير طنطاوي على العديد من الأنواط والميداليات تكريماً له، فحصل على ميدالية جرح الحرب وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية العيد العشرين للثورة وميدالية يوم الجيش وميدالية السادس من أكتوبر وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وكذلك ميدالية تحرير أكتوبر وميدالية الخامس والعشرين من يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ونوط الخدمة الممتازة. كذلك حصل المشير طنطاوي طوال مسيرته في الحرب والسلام بالقوات المسلحة على نوط 25 من إبريل ونوط النصر ونوط الاستقلال العسكري ونوط الجلاء العسكري ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية ونوط الشجاعة العسكري ونوط تحرير الكويت السعودي ونوط المعركة السعودي ووسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة لوسام التحرير ووسام الامتياز الباكستاني وقلادة النيل، ليظل نموذجاً للشخصية المصرية الوطنية المحبة لوطنها والمدافع عن تراب أرضها. رحل المشير طنطاوي في 21 من سبتمبر عام 2021 عن عمر يناهز 85 عاماً، وتم تشييع جثمانه الطاهر في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.